الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال عضو غرفة تجارة بغداد فراس الطائي إن سنة 2021 شهدت إرهاصات كبيرة بدأتها بتأخر إقرار الموازنة العامة بنسبة عجز تقدر بنحو 19 مليار دولار وتوقف الاستثمارات، بالإضافة إلى تعطيل الحياة بسبب تداعيات كورونا، وصولا إلى تداعيات الانتخابات التي بدأت مبكرا وألقت بظلالها على حركة سوق العمل في العراق. وأضاف الطائي أن حركة التجارة تراجعت مع بداية العام الحالي، وأثر ذلك في المستوى المعيشي لعدد كبير من العائلات التي تعتمد على ما تحصل عليه من أعمال أفرادها اليومية. دعا النائب منصور البعيجي الجهات المختصة إلى السيطرة على الأسعار بالأسواق المحلية، وقال البعيجي إن على الجهات المختصة القيام بعملها بصورة دقيقة من أجل الحفاظ على الأسعار بالأسواق المحلية التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق بالمواد الغذائية والدواء، خصوصا بعد رفع سعر صرف الدولار الذي انعكس سلبا على أبناء الشعب جميعا، ولم ترى حلول للحفاظ على الأسعار بالأسواق جميعها. كشفت وزارة الكهرباء عن عدم استلام تخصيصاتها المقررة ضمن موازنة العام الحالي 2021، مبينة أن الموازنة من أبرز التحديات التي تواجهها في عملها. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى إن الوزارة لم تستلم أي دولار من قيمة تخصيصات موازنة العام الحالي 2021 بعد إقرارها، على الرغم من تخفيضها من 22 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار فقط. وأضاف موسى أن هناك مشاريع حاكمة تحتاج إليها الوزارة لتنفيذها، ومحطات تحتاج إلى مبالغ بسيطة لإدخالها في الخدمة. أفاد صندوق النقد الدولي بأنه سيحتاج إلى تعزيز موارده مع سعيه للاطلاع بدور المراقبة وإسداء المشورة والمساعدة في إدارة التحول واسع النطاق والمعقد نحو العملة الرقمية. وأوضح الصندوق أن العملات الرقمية قادرة على تسهيل المدفوعات وتسريعها وخفض تكاليفها، لكن ذلك يتطلب أن يعالج صناع السياسات تحديات رئيسة، فالنقد الرقمي ينبغي أن يكون موثوقا كما يجب حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي واستقرار النظام النقدي الدولي، مضيفا أن النقود الرقمية يجب أن تخضع للإشراف التنظيمي وأن يسمح هيكلها وطريقة توافرها للدول بمواصلة السيطرة على السياسة النقدية والأوضاع المالية وأنظمة الصرف الأجنبية. بقي الدولار عند أقل مستوى له في شهر تقريبا، حيث تسببت تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي التي تميل إلى التسيير النقدي في خسارة موجة صعود مستمرة منذ شهر للعملة لقوة الدفع. وبلغ مؤشر الدولار الذي يتبع أداء العملة الأمريكية في مقابل سلة من 6 عملات أخرى في أحداث تعاملات آب بلغ 71 نقطة، وهو مستوى لم يسجله منذ 29 من شهر حزيران. وفي الأسبوع الماضي تراجع المؤشر بنسبة 1% في أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل شهر أيار، وفي هذا الشهر فإن المؤشر منخفض بنسبة 0.5% حتى الآن عقب صعود بنسبة 2.8 في شهر حزيران الماضي. ختام الموجز بأمان الله.